لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله جاني سؤال من أحد الإخوة كون عنده مشكلة في الحرارة متاع السيارة، وقعدت يعني نسأل فيه ونعود على المشكلة متاعه كونه هو عنده الحرارة في وسط السيارة تطلع أكثر من اللازم، والمشكلة هذه صارت له بعد ما عمل اللي هو يقول لي عملت لافاج. قلت له هل انت غسلت الموتور ولا لا؟ قال لي ما غسلتش، ما لاش دخل اللافاج نتاع. قال لي راه والله اني حسيت راني ممكن هز نتاع اللافاج وعمل بها مشكلة ولا حاجة ولا استعملها. باهي سألته سؤال، قلت له الحرارة اللي موجودة في السيارة اللي موجودة عندك قدامك في العداد وفي الموتور هي نفسها؟ قال لي لا، نحط ايدي على الهدية على المدخه نتاع الهواء نتاع الفرامل نلقاها سخونه. يا ودي دخل المدخه نتاع الفرامل. قعدت نحاور انا وياه مشوار، هو يكتب وانا نكتب، وانا ركز لي على هذا وركز لي على هذا، يحط ايده هنا. يا ودي اعطيني حاجه اخرى اللي هي تنفعني. هل القاروره نتاع الماء، مو القاروره نتاع الماء يجي هنا هي موجوده توا، هل القاروره نتاع الماء وقت توصل انت عندك الحراره اقصى درجه، هل القاروره نتاع الماء هذه او الدبوزه او الفاسكه هذه نتاع الماء او الخزان نتاع الماء هل يولي يغلي؟ قال لي لا ما وليش يغلي. اما لا تدخل الحراره في الموتور، انت عندك مشكله في الحراره عندك في السياره مش في الموتور، معناتها انت المشكله اللي عندك مش مربوطه بحراره المحرك. ما دام القرعه من هنا اللي هي فيها الماء ما تغليش، لان كان وصلت الحراره عندك في الدرجه العاليه اللي هي في الاحمر تقول انت، المفروض هنا تولي تغلي وتولي تبقبق وتولي المروحه تخدم على طول. هنا يبقى عندك مشكله بعيد على الحراره نتاع المحرك، عندك مشكله كهربائيه. في الحاله هذه عندك مشكله كهربائيه، قد يكون اللافاج هو سبب خيط تبل بالماء ولا، لكن من بعيد قد يكون صدفه. هو شنو اللي فما هنا عندنا هنا حساس من الحراره هنا في المحرك. انا جبت يعني المحرك هذا لاني هو عنده 1.9 وهذه 1.5 يشبه لبعضهم. عندك هذا حساس الحراره، الحساس هذا الحراره هو المسؤول باش يعطي العداد نتاع الحراره الحراره الموجوده في المحرك. طبعا وقت الحراره اللي موجوده في المحرك ماهيش نفسها هي اللي في التابلو، معناتها فما اشكاليه وين موجوده. يا اما يكون هذا الحساس هذا هو يعني يلزم يتغير لانه خرب، يا اما يكون المشكله في الخيوط نتاع الفيشه هذه اللي هي تركه فيه، فما مشكله في الخيوط. يا اما المهم تكون العمليه، يا اما مشكله في العداد نفسه خرب، يعني العداد نفسه واللي ما عادش يعطي نفس الحراره اللي في المحرك. طبعا ما دام هذه المعلومات كلها غلطه عنده اللي يقرا فيها كلها غلطه، العداد الحساس نتاع الحراره او الفيشه هذه طبعا مش تطلع الحراره لفوق. اما وقتاش نخافوا من الحراره اللي هي تكون فيها مشكله؟ وقت نجبوا العداد نتاع الحراره والحراره في الموتور نفس الشيء، وقتها نربطوا الاحداث بالموتور وبالماء وبالمروحه وبالغيره. لكن ما دام الحراره في المحرك سليمه فقط في العداد هو مش سليم ويطلع اكثر من اللازم الاحمر، وقتها العمليه ما عندهاش علاقه بالمحرك، ما عندهاش علاقه بالماء اللي في المحرك وبالعداد اللي في المحرك ولا بالخزان تاع الماء. وقتها المشكله موجوده في البارتي الكهربائيه، يعني في القسم الكهربائي اللي هو مسؤول على عداد الحراره في وسط السياره. ولهذا ما نربطوش الاحداث بعضها ونقولوا ها والحراره طلعت لفوق وهي السياره، لا. في الحاله هذه ما دام المحرك حرارته طبيعيه والمروحه حرارتها طبيعيه، طبعا احيانا المروحه تخدم ليش؟ لان عندها معلومات غلطه راه. هذاك ما عندهاش ساعات تبدا يجيها معلومات غلطه من العداد نتاع الحراره تخدم، رغم ان المحرك يبدا بارد. تولي هنا ايش تعمل هنا؟ ما دام الحراره في المحرك طبيعيه ما عندها حتى شيء والماء ما يغليش. لما تكون الحرارة طبيعية والماء ما يغليش، معناتها ما نربطوش عدد الحرارة بالمحرك. في الحالة هذه لازم تكون هذه عملية كهربائية ماهيش عملية نتاع المحرك. ولهذا لازم نفحصوا المانو هذا، ينجم يكون هو في السد غلط اللي هو حساس نتاع الحرارة اللي يركب هنا، ينجم يكون يقدر يكون من الخيوط أو الفيشة اللي هي موجودة. في الحالة هذه ايش لازم نعمل؟ لازم نحو الفيشات كلها، كل الخيوط والفيشات الموجودين في المحرك اللي هم متصلين بالمحرك، الفيشات كلها متصلين بالمحرك كلهم نفكوهم واحد واحد ونرجعوهم، ننفخوهم هكا بشويه حتى سبراي ولا
برفان ولا اللي جي ونعود نرجعوا كلهم الفيشات الموجودين في اي مكان هكاك باش يعني نوصلوش الحل. اذا كان ما وصلناش الحل في العمليه هذه وبدلت المانو نتاع الحراره حساسه الحراره وشفت اخوت لابس عليهم وقت العمليه تكون مربوطه بالعداد عدد السياره من داخل ما عندهاش حتى دخل وقت العداد نتاع السياره هو نفسه اللي فيه مشكل. هذه العمليه كيف تصير وقتها لازم الانسان يشوف عداد ويجرب به وفما يعني ناس كهربائيين مختصين ينجم يجربها لك من الفيشه هذه يقدر ينجم يجرب لك من الفيشه هذه يقول لك العداد نتاعك دخلين مليح ولا انا هذه امور ما نجمش نعملها خاطر ما عنديش عليها فكره كبيره لان انا مش كهربائي مختص انا ميكانيكي لكن عندي شويه فكره. ولهذا لازمك تعمل الحاجات هذه اللي قلت لك عليها كل باش هكاك تقدر يعني تحل المشكل نتاعك وتعرف منين اما ما عندوش دخل بحاجه اخرى. فما حاجه لازم يفهموها كثير من الناس اللي هي فرضنا هذا محرك مليان بالماء وهذا راديتير مليان بالماء او العكس. هذا ما حاجتين هذا محرك مليان بالماء وهذا راديتير مليان او العكس او هذا محرك وهذا راديتير. عندنا مقياس الحراره نتاع المحرك وعندنا مقياس الحراره نتاع المروحه اللي هي باش تشتغل بها المروحه. يعني القطعتين هذوما يعني يشتغلوا لازم يشتغلوا في الماء. شفتوا هنا في الماء هذه لازم تكون هنا محطوطه في الماء وهذه لازم تكون محطوطه في الماء. القطعتين هذوما وقت يسخن الماء هذه تقيس الحراره وتطلع العداد في وسط السياره ويشوف صاحب السياره وهذه ما يشوفهاش صاحب السياره لان هذه تخدم المروحه تسكت وحدها. هذوما قطعتين هذا فرضنا هذا راديتير وهذه محرك او العكس. قلنا هذا مقياس حراره للمحرك وهذا مقياس حراره للمروحه. يعني وقت يسخن نسخن الماء هذا يولي يغلي القطعه هذه تعطي الاشاره للمروحه او للريلي وبعد المروحه باش تخدم المروحه وهذا كيف كيف. فما حاجه يعني ما نفهموهاش المانو هذا او المقياس هذا نتاع الحراره نتاع المحرك او نفهمكم عليه نتاع المحرك المقياس هذا الحراره نتاع المحرك هذا اذا كان الماء مش موجود عنده راه ما يخدمش. كيفاش؟ احيانا انسان يعني تنقبل له ديريت او تقطع له ديريت او تصير له حاجه في الثنيه يفرغ الماء من المحرك. يقول لك انا ما سخنتيش وعملت جوان كيلات كيف ما سخنتيش هو هي لحظه يعني لحظه نتاع اقل من ثانيه. اذا كان الماء هرب على المانو هذا ما عادش فما ماء هنا في المانو هذايا. اذا كان هرب عليه الماء يولي ما عادش يخدم يولي الفابور اللي هو البخار ما عادش يخدمه. يعني فما حاجه يقول لك انا ما سخنتليش السياره هو ما سخنتلوش السياره بالحق يعني خاطر علاش خاطر الماء هرب عليها خاطر الماء ما عادش موجوده في الماء يعني ديما تكون ثم موجوده ما تقيس الا الماء ما تقيسش الحراره البخار هي يعني ما تقيسش البخار تقيس كان الماء. فما من هنا تقيس الحراره نتاع المحرك لكن ما تعطيكش الصحيح اللي هنا هذه الاصفر هذايا هو اللي فيه الزئبق هو اللي لازم يخدم باش يوري الحراره لصاحب السياره. هذا اذا كان هرب عليه الماء ما عادش يخدم هذه حاجه لازم نفهمها. كذلك المروحه يقول لك انا المروحه ما تخدمش المروحه ما تخدم الا ما يكون المانو في الماء. شوفوك الا ما يكون المانو في الماء اذا كان المانو مش في الماء ما يخدمش. اذا كان الراديتير فارغ احيانا تبدا الراديتير فارغه من الماء والمحرك فارغه من الماء ما تخدمش هي بالبخار ما تخدمش او العكس يبدو زوز فيهم الماء لكن الماء ما يدورش ما تخدمش يعني الحراره نتاع الماء الحراره الماء ما وصلتلهاش لهنا باش تخدم. يعني لازم هي المانو هذا ما يخدم الا يكون في وسط الماء سوى هو سوى عداد الحراره. هذا هي المانو نتاع المروحه اللي هو فيه زوز خيوط يتعدوا للمروحه او يتعدوا للريلي او كذا باش تخدم المروحه. هذا في السيارات يعني اللي هي قبل 2010 كلهم يعني 2000 قبل 2005 حتى ولا 2000 يعني يخدموا بالعمليه هذه تو ولوا بالريزستانس فهمتي. هذه فما ناس يقول لك انا ما سخنتليش الكهرباء هو في اللحظه اللي هو سخنت فيه الكهرباء هو يشوف المانو هذا يطلع له تطلع الحراره ولا لا. ما دام المانو هذا يهرب عليه الماء ما عادش تطلع له الحراره مستحيل تطلع له الحراره لان المانو ما عادش فيه حراره. المانو ما عادش يقيس الحراره نتاع الماء ولا يقيس الحراره نتاع الفابور. الحراره نتاع الفابور نتاع البخار ما تعطيش القياس الصحيح. فان ديما الانسان لازم ينتبه للعداد الحراره يعني في كل لحظه يعمل يعني نظره يعني على عداد الحراره لان احيانا في اقل من ثانيه يهرب عليه الماء
يطلع هو بسرعة وعاود ينزل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.